بسم الله الرحمن الرحيم. الذهاب للحج والعمرة، كيف تستعد للرحلة المباركة؟ ينصح الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي في كتابه حج بلا مخالفات وعمرة بلا مؤاخذات بالنصائح التالية: عليك بسنن الفطرة من تنظيف لجسمك بتقليم الأظافر وإزالة الشعر غير المرغوب فيه، وأن يقص الرجل شاربه ويعفي لحيته كما ورد ذلك كله في السنة المطهرة، ولأنه بعد الإحرام بأحد النسكين سيحظر عليك تقليم الأظافر وقص أو حلق الشعر. قم بتجهيز حقيبة سفرك واضعا فيها أغراضك الشخصية وبعض الأدوية التي تحتاج إليها فترة سفرك وطوال رحلتك. ضع في حقيبة يدك كتابا للمناسك. إن كانت هناك بعض الأشياء لا توضع في حقيبة سفرك إلا عند خروجك من بيتك، فذكر نفسك بها بكتابة ورقة تضعها أعلى حقيبتك. يستحب لك أن تودع أهلك وأقاربك وأصحابك وجيرانك، وأن تسألهم الدعاء لك وتدعو لهم أيضا وتستغفر لهم، فدعاء المسافر مستجاب واستغفارك لهم مأجور ومقبول بفضل الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا، وليقل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كما يقدم الدكتور حمدي عبد المنعم نصائح لما تفعله طوال فترة السفر والرحلة المباركة، فيقول: لا تنسى أدعية السفر والركوب والأذكار المأثورة في ذلك. عليك بالتلبية، وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية هي الإهلال، وفيها كل معاني الإخلاص والمحبة والاستجابة لله تعالى والانقياد لأمره ولزوم طاعته سبحانه. كرر التلبية كلما تغير حالك من ركوب أو نزول أو صعود أو هبوط أو قيام أو قعود أو ملاقات رفقاء، وارفع أيها الرجل صوتك رفعا متوسطا لعل غيرك يتذكر فيلبي، واخفضي أيتها الحاجة أو المعتمرة من صوتك، ويكفي أن تسمعي نفسك. إذا علوت موضعا أو ارتفعت بك وسائل المواصلات أو ركبت مصعدا فكبر الله تعالى، مستشعرا أنه سبحانه أكبر وأعلى وأعظم، وإذا هبطت أو نزلت فسبحه سبحانه تنزيها له عن أي نقص وتدن. أكثر في سفرك من الدعاء لنفسك ولأهلك ولمن سألك الدعاء بخيري الدنيا والآخرة وللإسلام والمسلمين والمجاهدين في سبيل الله بالنصر والتمكين، فدعواتك بفضل الله تعالى مستجابة. أكثر من الاستغفار لنفسك ولمن طلب منك ذلك ولمن وجب عليك بره والإحسان إليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. تجنب المخاصمة والمشاحنة ومزاحمة الناس وإيذاءهم، واحفظ لسانك عن الشتم والغيبة وسائر الألفاظ المستقبحة، وتجمل دائما بالصبر والعفو والمسامحة ومعاونة الناس والرفق بهم، واحذر المجادلة المذمومة، مستحضرا أبدا قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. احتسب الأجر ومغفرة الذنوب عند الله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. يستحب لك المداومة على الطهارة والنوم عليها، واحرص على المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع المسلمين في الحرمين الشريفين كلما استطعت ذلك، محتسبا وراجيا الأجر الوارد في ذلك. ويختتم الدكتور حمدي عبد المنعم بالدعاء: جعلني الله وإياك من التوابين ومن المتطهرين حتى تحظى بحب رب العالمين في قوله الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وندعوه أن تنالنا شفاعة سيد المرسلين النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى لقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.